ليه في فلوس عند كهربا، بس برضه الموضوع بقى له فتره طويله على فكره. كهربا خلاص انا ابتديت ايأس يعني. انا شخصيا ابتديت ايأس ان الكهربا ده هيتوقف او هيدفع الغرامه. يعني ده لعيب من اول ما قالوا ان هو هيتوقف او يدفع الغرامه هو توقف فعلا، هو توقف فعلا 6 شهور لكن رجع. لما رجع قالوا خلاص هيتوقف تاني المده عماله. الراجل خد 3 بطولات وهو موقوف عليه غرامه.